مش طول عليكم، مش طول اكيد على الكابتن اسلام، لكن كالعاده طبعا بناخد رساله من كابتننا الكبير كابتن احمد لكل جمهور النادي الاهلي. الدوري ده مختلف والناس متعطشه، هنعمل اللي علينا اكيد واللعيبه تجتهد. التوفيق ان شاء الله يكون معانا كابتن احمد. لو بنقول رساله من خلال الكابتن اسلام ومن خلال قناه الاهلي تقول لكل الجمهور يا كابتن احمد. هو ما فيش دوري مختلف ودوري مش مختلف، يعني انا كل الدوريات بتبقى صعبه وسهله، يعني في الاخر في ماتشات احنا ممكن ضيعناها بسهوله. اخر ماتش الاسماعيلي كنا كاسبين 1 وتعادلنا، لكن ما فيش توفيق في الاخر في الماتش. لكن الماتشات كلها سهله وصعبه، والدوري سهل وصعب، لكن ولا مختلف ولا بتاع ولا ندي الدنيا اكبر حماد. الدنيا دايما مش عارف، الدنيا بتكبر تكبر تكبر وخلاص يعني على الفاضي، لكن في الاخر ما فيش اعتدال في اي حاجه. لكن هو دوري زي اي دوري، ما كناش صراحه في الدوري كله كويسين قوي. السنه دي كان في مشاكل كتيره جدا، الاجواء مش كويسه من اول السنه اللي فاتت، لكن في الاخر الحمد لله ربنا يعني مش دايما بياخد منك حاجه ويديك حاجه. لكن رساله اقول للناس، يعني ما فيش حد دايما بيبقى عايز يبقى مقصر او حد مش عايز اجتهد او حد لا، او كل الناس عايزه تجتهد وتعمل اللي عليها، لكن ساعات ما في توفيق ما فيش توفيق، في عوامل تانية كتيرة ساعات بيبقى غصب عن الواحد. ما فيش حد عايز يتغلب، ما فيش حد عايز يعمل خطأ، ما فيش حد عايز يعمل جريمة ضد فرقته يعني. بس لكن ان شاء الله يا رب يبقى الدوري لينا السنة دي والكاس لينا برضو، وربنا يكرمنا. وفي الاخر انا بقول سنة وعدت بمشاكلها بحاجات الحلوة اللي فيها، لكن السنة دي انا شايف ان الدنيا احسن شوية، احسن كتير يعني. مفيش مشاكل، مفيش حوارات كتيرة، مفيش كلام كتير، والدنيا هادية، عندنا جهاز فني محترم، عندنا لعيبة محترمة، عندنا لعيبة كويسة في كل مركز، 2 3 في كل مركز احسن من بعض. اتمنى التوفيق ويكون ربنا موفقنا، دي اهم حاجه، ونتوكل على الله. بدايه الموسم الجديد يعني، او نهايه الموسم القديم وبدايه الموسم الجديد، مش فاهمين حاجه بس ان شاء الله نفهم قريب. لكن في الاخر يعني اتمنى التوفيق للفرقه وللناديه، وربنا يكرمنا الفتره اللي جايه ان شاء الله. اشكرك كابتن احمد وسعداء بوجودك معانا وعلى سعه صدرك، ودايما موفق كابتن احمد ان شاء الله باذن الله.